اتألق برضو من فيوتشر في المباراة دي جوزيف نجويم اللي قدر انه يحافظ على نظافة شباكه ويصنع هدف عشان ياخد 9 نقاط. اول مباراة للاهلي في الجولة الدبل دي كانت قدام الاتحاد السكندري، واللي قدر فيها الاهلي انه يكسب 1-0 عن طريق لويس ميكيسوني. في نفس الوقت كان في مباراة بتتلعب ما بين الزمالك وبيراميدز، واللي قدر فيها الزمالك انه يفوز بنتيجة 3-2. الزمالك قدر انه يعمل ريمونتادا بعد ما كان خسران 2-1 عشان عمر السعيد يتعادل وامام عاشور يجيب هدف الفوز. امام عاشور اللي قلنا الحلقات اللي فاتت انه بيقدم اوراق اعتماده لفيريرا، شكله كده حجز مركزه في خط النص بعد تألقه في الجولة 13 بعد ما جاب 20 نقطة. اما بالنسبة لبيراميدز فتألق لاعب من كل مركز، يعني مثلا عندك في خط الدفاع علي جبر قدر انه يحافظ على الكلين شيت قدام غازي المحلة ويسجل جون في الزمالك علشان ياخد 11 نقطة في الجولة. وفي خط النص عندك ابراهيم عادل كان نجم من نجوم الفريق بعد ما سجل قدام غازي المحلة وصنع قدام الزمالك. اما عندك في خط الهجوم فخري لقاي الجنوب افريقي بعد ما سجل هدف قدام الزمالك علشان ياخد 8 نقط في الجولة. ده كان ملخص سريع عن اللي حصل في الجولة 13.